نعمل سرة الأوزي إن شاء الله نلحق نعملها أهو بالشكل ده. تعالوا بقى أوريكم شوية الفايش اللي إحنا عملناه وحمصناه، يعني اتحكموا بقى في درجة تحمصته يعني زي ما أنتوا حابين. بصوا بقى الجمال، شوية فايش بجد تحفة، رفعوه وطخنوه شوية على حسب ما أنتوا بتحبوا، حاجة كده في منتهى الجمال تفتح النفس مع شوية شاي بلبن. بصوا تحفة بجد، حلو وحلاوة مش طبيعية يعني، أهو حلو جدا مع شوية شاي بلبن. المحلب مديله ريحة فظيعة وطعم كمان أحلى. هنبدأ بقى إيه نرصه كده. إسلام ممكن ترصه لنا بقى عشان نعمل إحنا الأوزي. ده فايش الأفران السريع بمنتهى السهولة وطريقة سهلة جدا وبسيطة ومش محتاج أي حاجة. تعالوا بقى إيه نعمل صورة للأوزي، أو نعمل واحدة حتى بس كبيرة عشان وقتنا. هسيح بس شوية زبدة كده في الميكرويف. اسلام طلع لي ده وحط لي الصاج في النص عشان احط الأوزي. يلا بينا. ماشي تمام تمام. هنبدأ نجيب بولة، مش عارفين بس اهو. تعالوا بقى ايه، هجيب بولة كده اي حاجة مدورة بالشكل ده عشان ابدأ اعمل فيها السرر بتاعت الاوزي. ممكن اعمل الحجم ده، ممكن اعمل كذا واحدة من الاحجام الصغيرة وتبقى كل واحد يعني كل فرد كده ليه السرة بتاعته زي ما انتوا حابين. هبدا اجيب شويه الزبده اللي ساحوا، وهجيب شويه زيت والفرشه بالشكل ده كده، وابدا ان انا ادهن كده بالشكل ده، واجيب ورق الجلاش. بصوا احط كده الشكل ده، ونبدا نطلع الباقي بره اهو. كل ورقه بقوم حاطه فيها زبده وزيت، بورقها كده كاني بعمل عادي الجلاش العادي اللي بنعمله، بنورقه كده اهو. ممكن سمنه، ممكن زبده، زيت، اللي انتوا عايزينه، مفيش مشكلة خالص في الموضوع ده اهو. ببدأ كده داير ما يدور، وعلى طول بقوم ايه مورقة بالشكل ده اهو كده عشان تبقى مورقة معايا كده وحلوة، ما تبقاش الورقة ناشفة. تحكموا بقى ان انتوا عايزين تعملوه كميات بحجم صغير، واحدة كبيرة، اللي انتوا عايزينه. هعمل واحدة كمان عشان تستحمل الرز اللي هيتحط، حطها كده هناك عشان نبدأ نقفل اهو. ببدأ كده، طبعا البولة اللي انا هشتغل بيها لازم تكون بتدخل فرن، خدوا بالكم الموضوع ده، او هقول لكم على حاجه تانية لو البوله اللي عندكم ما بتدخلش الفرن. هنبدا نجيب شويه الرز، شويه الرز كده، ونحط كده شويه الرز اللي باللحمه المفرومه والبسله اهو. نشيل طبعا لو في عود قرفه ولا حبهان ولا الكلام ده نشيله اهو. نبدأ كده، ممكن في ناس بتحب تعملها طبقات على حسب ما انتوا بتحبوا. هنبدأ بقى نجيب آخر واحدة احنا حطيناها، ونبدأ نقفل على الرز بالشكل ده اهو كده، نقفل كده ورقة ورقة اللي احنا فتحناها، بنبدأ نقفلهم تاني اهو.
وهكذا لحد ما يتورقوا معايا عشان يبقوا مورقين كده وحلوين. في ناس بتعملهم بالعجينه بتاعت الباف بيستري، بس يعني احنا عشان تبقى الموضوع اقتصادي اكتر هنعمله بالجلاش. اهو كده ونبدا نقفل كده اهو بالشكل ده. طب لو انا البوله عندي ما بتدخلش الفرن، هقول لكم على تركية تعملوها. هحط دي في الميكرويف يعني دقيقه انشف شويه الجلاش. لو انتوا يعني البوله اللي عندكم ما بتدخلش الفرن، طبعا تقدروا تعملوا منها كميات صغيره بالبوله صغيره لو انتوا حابين. دي برضو ممكن تعملوا كده او كده. نشيل بس الحاجات اللي احنا مش محتاجينها كده، نفضي الدنيا شويه. احنا النهارده عملنا الاوزي وعملنا فايش الافران السريع بطريقه سهله جدا وبسيطه. الفايش ده هيعجبكم جدا يعني بجد، جربوه، من الوصفات الحلوه والسريعه والسهله يعني، وبيعمل كميه كبيره جدا يعني. الكيلو هيعمل معاكم كميه محترمه يعني. شفتوا الرغيف الواحد عمل كام قطعه فايش؟ عمل كتير. فتخيلوا بقى يعني الكيلو هيعمل معاكم كميه كويسه جدا، وتقدروا تنصصوا الكميه، تقدروا تعملوا الكيلو وتوزعوا على حبايبكم كده واخواتكم. فيعني لو انتوا حابين يعني تعملوا كده هيبقى لطيف جدا. اهو بصوا انا بسيب العيش يبرد خالص وبعدين ببدا ان انا اقطعه. بعد ما مستنيين بس الجلاش يشد شويه وهوريكم تعملوا ايه عشان لو عايزين تسرعوا الموضوع. وفي نفس الوقت لو ما عندكوش بوله مدوره كده بالشكل ده بتدخل الفرن، بيبقى في منهم استانلس، في منهم ازاز، على حسب ما اللي موجود عندكم. فانا عشان لو ده مش متوفر نقدر نعمله بطريقه سهله. هجيب صاج وهستنى كده الجلاش يشد شوية عشان أعرف أقلبه يعني سنة. ماشي، هبدأ بقى. بصوا أجيب صاج، بسم الله أهو. ممكن نعمل كده، هساوي بس إيه الوش كده نعمه أهو، وهبدا ان انا اديله سمنه او زبده او شويه زيت واحطه في الفرن عشان الجلاش يستوي اهو. لو انتوا ما عندكوش حاجه تدخل الفرن، طريقه سهله وبسيطه. اللفه بتاعه الميكرويف دي بتشده شويه، بتخليه يشد شويه عشان كده نعرف الجلاش يمسك نفسه وينشف شويه. الفايش من تحت اهو بيتقمر اهو. بصوا الجلاش اتحمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا بس نجيب طبق كده نقدم فيه. اسلام اديني طبق، يلا طبق مدور فليت بعد اذنك. بصوا ابتدى خلاص يتحمر. اسرع اسلام بعد اذنك. تمام، هنخرجه ونبدا ان احنا نقدمه مع بعض. هنجيب فوطه كده انا مش محتاجه اكتر من الجلاش ياخد تحميصه كده بالشكل ده. بيبدا بقى تفتحوه كده بتلاقوا الرز طالع من جواه، فبيبقى الموضوع حلو جدا وفي منتهى الجمال، وحلو قوي كمان في العزومات بيبقى لطيف قوي. واحده كده اهو، تمام قوي، سخن جدا. تعالوا يلا هننزل كمان مقادير الاوزي على الشاشه.